الطاقة التي نستعملها اليوم هي السبب الرئيسي للتغيرات المناخية والتلوث وتضرر صحة الإنسان. إنها طاقة تعتمد بشكل مفرط على الفحم والنفط والغاز الطبيعي، وهي بصدد تدمير كوكبنا. خلال السنوات 25 المقبلة سيصل عدد سكان العالم إلى 9 مليارات نسمة، لذلك سوف ينمو الطلب على الطاقة بنسبة 30%، وبالطبع سينمو معها انبعاثات ثاني أكسيد الكربون. ولذلك فإنه من الضروري توفير نموذجاً لتطوير وإنتاج الطاقة يرتكز على التكنولوجيا النظيفة ومصادر الطاقة المتجددة. ما رأيك في أن نقوم بتغيير الأمور معاً؟ شارك في أضخم مشروع للطاقة المتجددة في العالم، Power Clouds. Power Clouds يتيح للجميع فرصة المشاركة في الثورة الكبرى للطاقة التي يعيشها عالمنا حالياً. فكر عالمياً وتحرك محلياً. هناك العديد من اللفتات الصغيرة تصبح ذات قيمة إذا وجهت إلى هدف مشترك، وهذا ما يجعلها تحقق نتائج غير عادية. Power Clouds تبني محطات للطاقة الشمسية، واحات الطاقة الشمسية في نقاط مختلفة من كوكبنا، أين توجد أفضل الظروف من حيث الحوافز والاستقرار الاجتماعي والسياسي. أناس من جميع أنحاء العالم يقررون شراء الألواح الشمسية المثبتة في المزارع الشمسية تحت الإنشاء. المحطة تبدأ في إنتاج الطاقة المتجددة وتوفير عائدات لكل من قام باقتناء الباور يونيتس. الشبكة الكهربائية العالمية يتم تزويدها بطاقة نظيفة ستصل إلى كل مدننا، بيوتنا، إلى حياة كل واحد منا. الهدف هو أن ننشئ معاً شبكة عالمية من النظم الكهربائية الضوئية التي ستكون أكبر مركز للطاقة المتجددة في هذا الكوكب. الباور كلاودز مشروع طموح وبلا حدود، يوفر مكاسب لكل المشتركين وكل من يساعد على إنقاذ الكوكب وحماية أولئك الذين يعيشون فيه. استثمار آمن في التكنولوجيا المبتكرة والموحدة يوفر أرباحاً عالية في فترات قصيرة. استعمل الحوسبة لتقرر الفوائد التي سوف تقدمها لهذا الكوكب. تابع جميع مراحل بناء المنشآت، راقب الإنتاج وكمية الانبعاثات الضارة التي تم تجنبها. كن جزءاً فاعلاً في مشروع يضم آلاف الأشخاص من جميع أنحاء العالم ويولد فوائد للجميع، بما في ذلك الأجيال القادمة. مع الباور كلاودز لديك فرصة فريدة لتصبح أنت بنفسك محرك التغيير ولمواكبة تغيير العالم. لنكتب معا التاريخ من جديد. باور كلاودز، طاقة جديدة للكوكب.